لما كان شخص المسيح هنا كان الشيطان متوصي بيه خالص، فكانت الحرب شغالة على طول. وبعدين المسيح كمل الرسالة اللي ربنا اديها له وخلصها وقال قد أكمل، وبعدين صعد إلى السماء بعد القيامة بحوالي 40 يوم. وبعدين الشيطان مين بقى الهدف بتاعه، يعني التارجت بتاعه عشان يعاكس فيه؟ مالوش غير احنا، وده شرف لينا، امتياز لينا، انه احنا بدل المسيح. لما كان المسيح هنا على الارض الشيطان ما كانش بيجرب تلميذ المسيح الا تسالي بس، جربهم المسيح هيقول لهم ده غلط. عشان كده المسيح في الارساليه الاولى لما هو كان معاهم قال لهم لا تاخدوا لا كيس ولا مز ولا حاجه خالص. ليه متكلين على المسيح؟ ما خافوش من الجوع، المسيح قال لنا كده خلاص. ما تاخدوش ثوبين، ما خافوش لما يغسلوا دمهم يعملوا ايه؟ ما خافوش. في الإرسالية التانية لما هو قرب يمشي كان في العلية خلاص فاضل كام ساعة ويسلم للصلب، قال له من ليه كيس ياخده، من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. مش قصده السيف طبعا، المسيحية ما فيهاش سيف خالص، فيها سيف الروح بس. يعني اشتري سيف الروح، اشتري انك ازاي تكون حكيم كالحيات، بسيط كالحمام، عشان تقدر تنتصر، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. يعني إيه؟ يعني المسيح بيقول أنا ماشي خلاص، خلصت رسالتي، سيغادر الأرض بعد الصلب وبعد القيامة، بعد 40 يوم يعلم وبعدين غادر الأرض. مش غادر إنه سابها خالص، لا، غادر الأرض بالعيان، لكن هو قال لنا كده، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، بس مش بالعيان. ممكن احيانا قليله او يبان ممكن يعني، لكن مش حاجه دايمه، ملوش مكان محدد نروح له. فده انذار لنا ان كل التجارب اللي كان الشيطان بيجرب بيها المسيح كلها بقت علينا احنا، فلازم نتسلح بالحكمه، بسلاح الروح، بسيف الروح، علشان نقدر نغلب الشيطان، لأن احنا جسد المسيح، احنا مش حاجة بعيدة عن المسيح. ولو أي واحد فينا صباعه اتهرس في عربية دماغه كلها طق كتر التعب، فما فيش حاجة في الجسد تتألم إلا المسيح يتألم جدا. فعشان كده لازم نكون أمناء في هذه الحرب الروحية. خدنا المرة اللي فاتت الجزء الأول لما شفنا أنه الشياطين دي مملكة كبيرة قوي. الشياطين بتسود على كل رؤساء العالم، لأن هو رئيس هذا العالم الشيطان، مع أن ربنا بعينهم بعين الرؤساء، لكن مع ذلك الشيطان يسيطر على الرئيس علشان يخرب الناس اللي في البلد دي، يسيطر على التاني يخرب الناس اللي في البلد التاني دي. عرفنا ازاي من كده لما جه ميخائيل يساعد الملاك، ميخائيل يساعد دانيال في صلاته، رئيس مملكة فارس عطله 21 يوم، وطب ده كان وقتها دانيال مش تحت مملكة فارس، كانت المملكة الأرضية وقتها المملكة الكلدانية، مملكة فارس لسه هتظهر بعدين، مادي وفارس هم اللي غلبوا الكلدانيين، أهو مادي وفارس الشيطان شغال معاهم، فالرئيس بتاع مملكة فارس هو اللي وقف يعارض ميخائيل. حاجات عجيبة جدا بتجري حوالينا ما نشوفهاش.
فالحرب الروحية قوية جدا. المسيح لما بنتكلم عن التجربة بتاعته بناخد ثلاث تجارب، لما قال له حول الخبز لعيش، و تعالى اطلع فوق هيك لو رج الدنيا كلها اسجد لي، والتجربة الثالثة اللي هو قال له نجيبها دلوقتي على اي حال مش متذكر، ثلاث تجارب. مش بس ثلاث تجارب، بيقول لك وفرقه الى حين، يعني كان الشيطان بيجرب المسيح كم مره؟ مليون مره في اليوم، كتير جدا. فرق الحين بس عشان يقدر يخترع له حاجه ثاني يروح جاي له، يخترع له حاجه ثاني يروح جاي له. هكذا توقع اي فرد فينا ان الشيطان حطك في دماغه وحطيني في دماغه، فلابد نلبس سلاح الله الكامل عشان نقدر ننتصر. عشان كده في مؤمنين كتير مش منتصرين، شغاوين خوة الدماغ. الشيطان عايز ايه؟ عايز نفشل، حفشل خلاص. عايز نشتم عدوي، هشتمه. عايز اسيب الاجتماعات، دي حاجة منتشرة جدا، اسيبها. عايز نحب الدنيا، احبها واخلص منه. لغاية لما ياخد المؤمن الشيطان، ياخد الإنسان المؤمن إلى حافة الهوية، لولا أن ربنا نجاه بس كان يبقى زي لوط. فخدنا إحنا المرة اللي فاتت قوة العدو، قوة الشيطان إزاي يعني رهيب جدا. النهاردة بقى هناخد في أفسس 6، هناخد من عدد 13. احنا خدنا المرة اللي فاتت لغاية عدد 12، وحرركوا عدد 12 عشان تفتكروا اللي احنا اخدناه لغاية المرة اللي فاتت، اللي هو فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم. ودي مهمة جدا نفتكرها. افرض واحد لأي حد منكم، طبعا أنا أشكر ربنا حصلت معايا كتير قوي، لكن عايز أخد حد منكم عشان يبقى الحكاية فعالة قوي. جيجي معنا؟ أنت جيجي؟ مين؟ جيجي صح، أصل أنا النظارة مش جايبالي النظر. جيجي كانت جيسيكا أعصابها تعبانة، ليه؟ عشان المذاكرة. فجيجي بتقول لها أحوالك إيه؟ فبغير ما تقصد جيسيكا ولا تتوقع جيجي، هتلبعي عني. تعمل جيجي إيه؟ الحرب الروحية، الشيطان اللي عايزه إن جيجي تخاصم جيسيكا بس، خلاص خلص الموضوع، مش يطلب أكثر من كده. يبقى بينكم خصومات في الكنيسة. طب ربنا عايز ايه؟ ان جيجي، سوري انا جبت اسمك يا جيسيكا غير ما استاذنك، جيجي استاذنتها انا، ما كان لازم. انت موافقه ولا زعلانه؟ اوكي موافقه الحمد لله. فالمطلوب ان جيجي تقول ما جيسيكا مسكينه مالها تعبانه من ايه؟ اكيد في حاجه تعبانه. وجايه جيسيكا من كنت نرفزت سبت المكان ومشت. يا رب بارك جيسيكا ريحها، يا رب بارك جيسيكا ريحها، يا رب بارك جيسيكا. كده تبقى جيجي انتصرت على الشيطان. هي مش حربها مع جيسيكا، ما فيش اي حرب بينه وبين اي بني ادم، ولا حتى السلفيين ولا الاخوان المسلمين، حاربهم دول مساكين رايحين جهنم. داعش لما دلوقتي اتقوت، ما تتصوروش انا فرحان قد ايه بكده جدا، ومش عايز حد يهزمها. ليه؟ هذا هو الإسلام، اللي عجبه الإسلام يروح لداعش. الأحكام اللي صدرت جلد ناس عشان ما بيصوموش رمضان، ده بالضبط الإسلام. الأحكام اللي صدرت، أنا متأسف أقول، طلب البنات عشان يمارسوا معهم الجنس، ده بالضبط الإسلام. اللي عايز الإسلام يروح، آدي هو الإسلام أهو، ادي الحكومه الاسلاميه، ده الاسلام، ده اللي عاشه محمد.
هم كلام الجماعه دول جابوا الكلام ده من محمد نفسه. او مش عايز الاسلام روح بقى للمسيحيه او روح لاي دين تاني، بدل ما هو مستخبي مش باين الاسلام. اهو عندنا اسمها ايه الخلافه الاسلاميه اللي هم الخلفاء اللي تابعوا محمد، الخلافه الاسلاميه، وبايعوا حد ما عندهمش قانون، الحد ده مش عارف اسمه ايه كده نسيت اسمه، اللي يقوله يبقى من الله على طول، بس ده الاسلام. اعدموا فلان، اعدموا، اصلبوه، اصلبوه، اللي عاجبه الاسلام يروح عند الناس دول. لكن في مصر تحطوا لنا حاجه اسمها الاسلام هو الدين الرسمي للدوله، مجانين ايه دول؟ طب ما تنفذوا الاسلام. لا ما نقدرش ننفذه، ما ينفعش معانا الوقت ده. لكن ما يقدروش يقولوا ليه؟ لان الاسلام مستخبي عند الناس. اهو دلوقتي ابتدى يبان قوي، اهو هذا هو الاسلام. داعش عملوا اعلان ان اللي عايز يبايعنا اسلاميا يجي، كتير من الجيوش راحوا. مش الاعلان ده كان سخيف ابدا، ده كانوا مستنين داعش بس عشان يروح هناك يعيشوا الاسلام زي ما هم عرفوه من الكتاب بتاعهم ومن سيرة محمد. فاللي انا عايز اقوله بالنسبه لنا احنا نعرف الشيطان ونعرف الرب عايز ايه، ولما نعرف ونكون اولاد الرب نمشي ورا الرب، ما نتخدعش، مش نخاصم بعض ونشاكل بعض وناخد بالنا من بعض. احنا جسد واحد، راسه المسيح وكلنا اعضاءه. النهارده بقى هناخد ازاي احنا نحارب القوه الرهيبه دي، الشيطان واجناده اللي ماليه العالم. خدنا عدد 12 اللي احنا قلناه نقراه تاني وبعدين نكمل بقى عدد 13. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، اللي هم رؤساء الشياطين، ما عنده رؤساء كتير، مع السلاطين اللي هم السلاطين الأشرار على ولاة هذا الظهر. مين ولاة هذا الظهر؟ كل رؤساء الجمهوريات وكل الوزراء وكل، ما فيش في لما نلاقي واحد مؤمن، وحتى المؤمن بيتكسف ينادي بإيمانه في وسط كل السياسة والبوليتكس والمكر والدهاء اللي هيسود على العالم. على ظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات. سامحوني لو في هنا يعني طبعا أنتوا كلكم كده يعني، لو في هنا مؤمن قوي تلاقي الجيش اللي حوله 2 مليون شيطان، كل واحد بكلمة كل واحد بس يتهز بقى يبقى فرحة كبيرة. لكن الجميل جدا أن الرب بيدي المؤمن اللي لازق فيه قوة ولا بلايين الشياطين تقدر تزحزحوا عنها. هندخل بقى في موضوعنا النهاردة. من أجل ذلك أن الحرب كبيرة قوي وشديدة قوي وصعبة قوي ومصيبة، من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل. المسيح قال على الصليب ايه؟ قد اكمل. في ذرة ناقصة؟ لا. في احتياج لحاجة تاني؟ لا. تم الخلاص؟ تم. قد اكمل. ترنيمة جميلة قوي من زمان خالص، تم الخلاص، هللويا رنموا، قد اكمل. كلمة البسوا سلاح الله الكامل بتفكرني بواحد شيطان ابن شيطان اسمه جليات، ورجل حرب منذ صباه، دي الشهادة اللي اتقيلت عنه من ملك اسرائيل اللي هو شاول ابن قيس، لأنه هو فعلا رجل حرب منذ صباه، وكل الشياطين عندهم الضعفة دي ان هم أغبياء. ليه؟ لأنهم لهمش معرفة الله، ما بيعرفوش ربنا، فهم أغبياء جدا. غبائهم ظهر في جليات هذا اللي هو ولدهم الممتاز، كان سلاحه تقيل قوي وكان كله متغطي،
بحيث انه مش ممكن واحد يقطع رقبته لانه لابس هنا ايه؟ حديد. مش ممكن واحد يضربه بسهم لانه لابس هنا ايه؟ حديد. مش ممكن واحد نار تنزل على راسه من السماء لان لابس حديد، خوذه كبيره قوي. مش ممكن واحد يقطع له رجله لان رجله مليانه حديد. مات. مات ازاي؟ أتاري في هنا حتة ما غطهاش، ودي اللي ربنا عايزها، لأن السلاح اللي ربنا عود داود عليه وعلمه له، داود ما كانش بيبارز في المعركة دي خالص. ليه؟ لأن دي كان أول حركة لداود، وكان لسه بيرعى غنم. فدي الغنم، الغنم بيعمل فيها إيه؟ الغنم لما لقى غنم بشار ده يعمل إيه؟ يروح ضارب كده بعديها بحجرة تروح الغنم راجعة. ده سلاحه، تعال تعودوا عليه، تعود عليه كده. كان راعي غنم ما بيقدرش يجري ورا الغنم وهي جارت، فروح تروح ضربها قدامها في سكه تروح راجعه للقطيع تاني. ربنا درب داود على كده، وخلى غباء شاول اللي هو غباء الشياطين يخلي الحته دي مكشوفه. فراح ايه؟ داود راح ضربه فيها، وقع على الجبار. كانش داود بيده سيف لأنه كان مؤمن بربنا، فراح مشي على جليات لأنه مسافة كبيرة يمشي عليه، عايز له مثلا دقيقتين كده عشان يمشي عليه، لأنه طوله حوالي 3.5 متر، 3.5 متر خطوة داود، يعني قول 0.5 متر يعني 7 خطوات عشان يوصل للرأس. وبعدين هناك راح شايل السيف بتاع جليات وقتلوا بيه. ده اللي المفروض يحصل بيننا وبين الشيطان، لأن ربنا بيقول لنا نحاربه إزاي؟ بإيه؟ بالحكمة الإلهية النازلة من فوق، بالإعلان الإلهي. إزاي تحارب إبليس؟ بس قول الكلمة دي خلص الموضوع، تلاقي هوجة هوجة هوجة، وبعدين كلمة تخلص الحكاية. إيه ده؟ خلاص طفت النار بتاع الشيطان. والكلمة دي ناخدها من الكتاب المقدس، وده الانتصار اللي انتصر به رئيسنا وراسنا الرب يسوع المسيح ضد الشيطان نفسه. ده مش واحد من عياله، ده هو نفسه ابليس. ابليس صار اللي يجربه. كان بيقول الرب ايه في التجارب اللي جات لنا؟ تجارب كتير قوي ما جات لناش، لانه لو قعد يعدها الكتاب المقدس مش هنخلص. احنا عايزين نعرف تعليم المسيح لينا بس، لكن تجارب الشيطان للمسيح دي كتير لا عدد له. كان في كل تجربة المسيح يبدأها بكلمة ايه؟ مكتوب. يا خبر، ده المكتوب ده يدي كل النصرة. المكتوب ده فين؟ ده الكتاب المقدس، ده الكتاب المقدس. عشان كده اي مؤمن قريته في الكتاب على قدها يبقى سلاحه على قده. هيحارب ايه؟ المسيح هو الكلمة. انتصر انتصار ساحق في كل ايام جسم بشريته، والشيطان بيجرب فيه. لماذا؟ لانه الكلمة. طب احنا مش الكلمة صح، لكن احنا حبايب الكلمة، والكلمة اللي هو يسوع راسنا، والكلمة اللي هو يسوع بنحبه، فنلبس سلاح الله الكامل. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل. هنا قال البسوا، احملوا في مرة تانية البسوا، جاية تاني يعني بعدين، مش لازم هنا يعني، لكن هنا جاية حاملين فوق الكل على حال. من أجل ذلك ناخد احملوا سلاح الله الكامل. اوعى تشيل سيف. المسيح منع السيف وقال لبطرس ضع سيفك في الغمد، لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. أكثر مجتمع
نجد في تحقيق هذه الكلمة المجتمع الإسلامي خاصة في بدايته. في بداية محمد ياما قتل الناس، فزوجة من زوجاته سمته، راح بقى ايه يعني كده. الخلفاء الراشدين كل واحد منهم يقتلوا بعده، يعني ايه واحد هو خليفة الخلافة الإسلامية، واحد من تحت تحت كده قتله يبقى خليفة بداله. طب وبعدين دي قالها، انا سمعتها طبعا، عارفها في القرآن من دراساتي، مش دراساتنا أنا، من أبونا زكريا بعلمني كتير في التلفزيون يعني. قالها عمرو أديب، بيقول للمسلمين انتوا عايزين خلافة ازاي؟ إذا كان كل خليفة قتل التاني يبقى مكانه، وده قتل التاني يبقى، هو متنرفز كده. ده صح فعلا، الخلافة الإسلامية دليل فشل الإسلام. كل واحد اتقتل، كل واحد اتقتل، كل واحد اتقتل. ليه؟ لأن من يأخذ بالسيف بالسيف يأخذ، طخ 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 خلصوا. هم زيهم من الخلافة، ما بقاش خلافة. جاء علي بن أبي طالب ده اللي هو بتاع الشيعة، كان آخر خليفة، وبعدين إيه بطلوا الخلافة، لغوها. كانت يعني إلى حد ما كده لغاية التركية في مش عارف المملكة العثمانية وليه، وبعدين بطلوها خالص خالص، يعني ابتدت تبقى خلافتين ثلاثة أربعة، وبعدين بطلوها الخلافة. دلوقتي هتطلع تاني في داعش، خليها تطلع عشان نشوف بس ايه منظر الإسلام ده وايه موضوع الإسلام. المسيح بيحرك العالم ده كله بكلامه، لأن هو الله وكلام الله. من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. وما لناخد ايه بقى؟ حاجة عجب، خد الحب، حب الرب إلهك من كل قلبك، دي الوصية الأولى والعظمى. تانية، تحب قريبك كنفسك. الحب ينشر الحب في الأرض. حصل ولا ما حصلش؟ المسيحية انتشرت بإيه؟ مين فيها قتل واحد؟ مين من الرسل قتل؟ لا، كلهم اتقتلوا ما عدا اتنين تلاتة. أكيد يوحنا ما اتقتلش، ما عرفش كم واحد تاني، كلهم اتقتلوا. طب لما اتقتلوا كانوا مسرورين في القتل، لدرجة إن اللي شافوهم مسرورين راحوا آمنوا بالمسيحية بعد كده. هو إيه اللي حصل؟ درستها كنت بعد البكالوريوس، خدت حاجة اسمها دبلوم دراسات عليا عندنا في مصر، حاجة يعني صغيرة بعد البكالوريوس كده. وكان بيدرسني واحد مسلم، ودرسني عن التاريخ بتاع انكسار الإمبراطورية الرومانية، وده شخص مسلم ومتعصب كمان، لكن بيديني تاريخ. كان ده في جامعة القاهرة، أنا خدت البكالوريوس من جامعة عين شمس، جامعة القاهرة هناك. ولأني يعني وظيفتي ابتدت تتغير من هندسة معمارية لتخطيط مدن، فكان ده دبلوم الدراسات العليا في تخطيط المدن، وده أستاذ دبلوم الدراسات العليا في تخطيط المدن. هل عارفين يا جماعة إلا وإحنا بوست جراديت يعني كبار يعني. يعني كنت أنا رايح والمدير بتاعي والمدير بتاع المدير بتاعي، يعني احنا ثلاثة في الهيئة رايحين هناك، غير في مجموعة من التلاميذ تاني كتير هناك. عارفين ايه اللي هد الامبراطورية الرومانية؟ ايه نعرفش، ما ندريش قوي تاريخ يعني. قال اسمعوا العبارة دي، المسيحية، ده عبارة تاريخية رسمي، المسيحية هي طفل صغير شدت السجادة من تحت الإمبراطورية الرومانية التي هي العملاق الكبير، فسقط العملاق إلى النهاية. المسيحية عملت كده؟ التاريخ بيقول كده، واحد مسلم بيقول كده، مش واحد مسيحي. إيه ده؟ ده حق، ده مظبوط. ليه؟ بالحب، بالحب. اللي حصل في التاريخ إنه كان كله نازل يأتي في المسيحيين، لغاية لما واحد جرى له رؤية، حصل له رؤية، اسمه قسطنطين ملك امبراطور كان طالع، فالرؤية دي قال له خليهم يلبسوا
خوذ جنودك يلبسوا خوذة عليها صليب، وكان هو معرض للهزيمة في الحرب، كان خلاص قرب يتهزم، فراح عملها. لا فيش فايدة غير كده، فانتصر في ثواني. فأعلن الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة، وغير كده مش هياكل عيش. طبعا كان غلط منه ونعمل كده، لأنه كانش مش ما كانش مسيحي قوي. لكن فجأة الإمبراطورية الرومانية راحت، بعد يرح الإمبراطورية راحت وانقسمت. طبعا اللي دارس التاريخ بقى في قسم في مصر اللي فيه كليوباترا ومش عارف مين ومش عارف، في قسم تاني وقسم تالت، أربعة أقسام وخلاص، وراحت مشت روحت. إيه ده؟ الحب، الحب بتاع الرسل، الحب بتاع الرسل. قسطنطين جه في القرن تقريبا الثالث الميلادي، أول تاني تالت الإمبراطورية راحت، بقى الحب بينتصر. الحب بينتصر، والسيف اللي ياخد بالسيف يتقتل بالسيف، يبقى السيف يتقطع راسه بالسيف. هنا بيقول من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل. إزاي يعني تتشبه بالله؟ طب أنا شفته فين؟ شفته في يسوع المسيح. لازم ألبس، لازم أسلك، لازم أتكلم، لازم أحب، لازم أمتلأ بما امتلأ به الإنسان، لأنه صار إنسان، صار عبد مثلي، بما امتلأ به الإنسان يسوع المسيح، بروح القداسة، بروح الحكمة، بالنور الإلهي هو نور العالم، بالحق، بالبنيان الحقيقي، تبقى دائما الانتصار في حياتك، ولا شيطان يلعب في مسك. ودي قالها بطرس، ابليس لن يمسكم ان كنتم سهرانين وصحيين متعبدين للرب، لن يمسكم. ايه ده؟ وكملها، ويكون لكم دخول بسعة الى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الابدي. لانه ما مسش المسيح فانت هتكون قريب قوي. طبعا ما فيش حد زي المسيح، لكن يعني ايه؟ مش هيمسك كتير. لن يمسكم يعني في حالات الضعف بيمس، لكن في حالات القوة ميمسش خالص. فمحصلة حياتك كم ضعف وكم قوة هتطلع النتيجة في الاخر. لكن الوحيد القوي الكامل هو شخص المسيح، لكن في القوة ما يمسناش إبليس. فحسب بقى 10 13 14 26، حسب النتيجة بين عدد الوقائع مع بعضها، وقائع القوة وقائع الكسرة الانهزام، يبقى مكان الإنسان في الأبدية. طب ده يخلينا ننهزم؟ طب ننهزم ليه؟ إذا كان في أي معركة عندي سلاح الله الكامل اللي يخلي إبليس ما يقدرش يهزمني. ايوه يكلمني طبعا طبعا، ما يقدرش ربنا يروح يقول لا ما تكلمش فلان، ما يقدرش ما يقدرش، وما يحبش ربنا يعمل كده. امال انا هيزكيني ازاي لو منع ابليس يكلمني؟ طب انا هنتصر ازاي لو هو ما بيكلمنيش ابليس ده؟ طب هنكسب ازاي؟ مش هكسب، بالعكس بقول له روح، زي ما قال ابليس وايوب، روح روح اعمل 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 اعمل، زي ما قال ابليس لما طلب يغربل التلاميذ، روح غربلهم. والرب عارف بطرس طلب من أجله كي لا يفنى إيمانه، وفعلا ما فناش إيمانه. فاحملوا سلاح الله الكامل، أي تشبه بالكامل بالرب. عشان كده اشبع بالرب، اقرأ سيرته في الكتاب، احفظها. الكتاب مقدس يكون مش البريفيرد بوك ولا بتاع، يعني هو سامحني الأونلي بوك في حياتك. الباقي كله ده عشان بس تاكل عيش، تدرس طب كويس، اعرف الطب كويس، لكن عشان توصل السماء اهم حاجه تعرفها الكتاب المقدس. الهندسه فيش مانع، انا كنت مهندس واعرف الهندسه وربنا نجحني في الهندسه، ودي دكتور، هادي في التكنولوجيا، كلكم بتدرسوا حاجات ربنا يبارككم، لكن الكتاب الاول في حياتك اعرف الرب، اعرف المسيح، اتشبه بيه، كله كله كل يوم، من يأكلني يحيى بي، المسيح قال كده، لما ناكله نشبع بي. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا
في اليوم الشرير. ده ايه اليوم الشرير ده بقى؟ اليوم الشرير ما قالش في يوم الشرير، يوم الشرير يعني يوم الشيطان. قال في اليوم الشرير، يعني طب مين بيجيبه اليوم ده؟ ربنا لك انا بجيبه لك. يعني زي ايوب، ممكن اخلي شيطان يشتكي عليك وانا وافقه، وبغير شيطان انا هجيب لك اليوم ده عشان ازكيك عشان ارفعك. زي اي اب وام في نبي يودوا اولادهم المدرسه، بالنسبه لاولاد يوم شرير قوي ده، اسيب بابا وماما واروح مدرسه ما اعرفش فيها حد، بيودوه بالعافيه، جايز يقعدوا معاهم شويه يددوهم شويه لغايه لما يستقلوا خلاص. ليه؟ لان في مستقبل، في بنت كتكوته هتطلع هتبقى فتاه كبيره، وولد كتكوت هيطلع راجل، كان لازم يتحمل مسؤوليه، لازم يتعلم. فاليوم الشرير ده ممكن ربنا يجيبه لك، وممكن الشيطان ربنا يخلي الشيطان يشتكي عليك عشان يجيب لك اليوم ده. تنتصر فيه ازاي بقى؟ لا انتصار إلا بالسهر الروحي والأمانة الروحية والتشبه بالمسيح. خدنا افتكر الجمعة اللي فاتت، لا يصيح المسيح، ما كانش يصيح، اوعى تكون انت بتصيح. تصيح ليه؟ المسيح لم يكن سريع الانفعال اطلاقا خالص، كان مالك أعصابه ومالك نفسه يوبه بما لا تخيله بشر. يسوع هو عالم كل شيء، وإيه اللي هيجي عليه دلوقتي في العلية، وعارف يهوذا جاي، وعارف الصلب بكل حاجة، بكل هدوء قام على العشاء واخد يغسل أرجل التلاميذ، وإيه واغسلها بقى بنظافة قوي. حد يعني منكم جرب حاجة كده تذهله في يوم من الأيام؟ أنا مرة جربت حد أصلي ظوافري مش نازيه لغاية النهاردة. إيه الدقة دي؟ إن أنا بعرفش أطول ظوافري. دلوقتي بيقصولي ظوافري في التأمين الصحي ده، اللي هو اسمه إيه؟ العواجيز دول ليهم اسمه إيه؟ حاجة اسمها ميديكير. ولا حاجة بالنسبة لأصيل ظفر اليوم ده خالص، ده مدي كده شغل كده عشان ايه بس أصلا ظفرك فلوس كاس، لكن ده شغل المعلم لابنه. المسيح عايزنا احنا نكون بالنسبة له كده، وهو كان كده وهو بيغسل التلاميذ أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة. أنا متهيألي كده، أصلا يعني شوية برضه واخد عليه، يعني نشفها 100%، غسلها. ده انت وراك بلاوي جايالك. دي كلها خير من ربنا، ده الفدا الكنيسة. دلوقتي احنا عارف بالامريكي يقول لك it's time for eating، time for dinner، كويس، it is time for غسل ارجل التلاميذ 100%، يطلع 100% من الوقت ده مغسولة 100% وتنشفها 100%. ينبغي أن يكون هذا سلوكنا مع بعضنا البعض، نتشبه بالمسيح، نعمل العمل بقلب كامل، بحب كامل، بإخلاص كامل. اسم سلاح الله الكامل، التشبه بالمسيح بأكثر درجة ممكنة لدينا من التشبه بالمسيح. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، لكي نقدر أن نقاوم. يعني نقاوم؟ لأنه إبليس أقوى مني. طب أنا هقاومه إزاي؟ ما عنديش إلا سكتين، زي مثلا جليات وداود، جليات أقوى من داود بكثير، وإبليس أكثر مني بمليون مرة، ما جليات أقوى من داود. طب أعمل إيه بقى أنا في الحرب دي؟ أدخل بيها بقوتي، معروفة نهايتها، هيأكلني زي ما كان جليات متأكد من نهاية الحرب،
قال له تعالى أكلك لطيور السماء أنت والناس دي كلها. وحلف باسم الله ولعن وبهدل الدنيا. طبعا داود رد على نفس الرد تقريبا، انا هاكلك هاكل شعبك النهارده، انما اقتلك واقتل شعبك وطيور السماء تاكل. ايه ده؟ واللي نجح داود مش جليات. ما عندناش الا حلين، يا اتكل على نفسي واهرب واروح بعيد عن المسيح واقعد هناك اصرخ وولول لاني اتهزمت قدام الشيطان، يا اما أتقوى بالرب وفي شدة قوتي اللي جاي هنا، جاي هنا في عدد كام؟ في عدد 10. أخيرا يا إخوتي تقوى في الرب وفي شدة قوتي، سيكون الانتصار لي لأن حولت المعركة مش أنا، أنا مش أنا، مش أنا، هو الرب، هو الرب. نلاقيها في كل معارك داود، مش بس جيلات أن آتي لك بقوة رب الجنود، في كل معركه كان يسمع صوت من السماء ينفذ صوت بس ينتصر. وإحنا مطلوب مننا كده أننا ما نتحركش في أي حرب روحي، أي فشل روحي، أي همسات شيطانية في وداننا، انزعاج شيطاني، فشل شيطاني، تعب نفسي، أزمة نفسية، كل ده ولا حاجة. حينما نلبس سلاح الله الكامل نتقوى بالرب وشدة قوتي، مش مشكلتي هو يتصرف، مش مشكلتي هو هيتصرف. لا بديل عن الإيمان، بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. لما أؤمن النبي أسلم له كل حاجة، وأنا مالي أنا، وأنا مالي أنا. دي حقائق كتابية ملموسة. فتية الثلاثة لما جاء نبوخذ نصر وتحمر وتشمر وحمى مش عارف سبعة، احنا مش محتاجين وقت، انت بيديهم فرصة ثانية يعني عشان ايه؟ سمحت الملك بقى يا نبوخذ نصر ما لا يلزمنا ان نجيبك، احنا مش هنسجد لتمثالك بس خلاص، الله قادر ان ينقذنا، ان ما كانش ينقذني هو عايزنا نموت ما عندناش مشكلة برضو، انقذهم الرب طبعا. وجنن الملك فيه، شرخنا ثلاثة ما نشاف أربعة زي محلولين بيتمشوا في النار، حد في الدنيا يتمشى في النار؟ دول يتمشوا في النار لأن معاهم الشبيه بابن الآلهة اللي هو الرب يسوع المسيح. مفيش حرب ينهزم فيها المؤمن إلا الخبته، إلا لأن إيمانه ضعف، إلا أنه جسدي. لكن المؤمن اللي بيتقوى بالروح ويتغذى بالروح وعايش مع الرب وفرحان بالرب ومملوء نعمة، مش حاجة تغلبه خالص إطلاقا. وده شفناه في الكتاب المقدس، مش بس الفتية الثلاثة ودانيال ومردخاي، كل الكتاب مليان بدول. ويشوع هو بيحارب كم واحد معاه كان بيشتغلوا في الطين قبل كده، أسلحتهم إيه؟ ما عندهمش أسلحة خالص، عندهمش يجيبوا سيوف، ما يعرفوش حتى سيوف، ما يعرفوش، مع جيش رهيب ده عماليق الطوال والعراض، فتك بيهم في ثواني. ليه؟ لأن موسى كان رافع يديه كده بس خلاص، خلص المعركة، لأن موسى رافع يديه لله. لكي تقدروا أن تقاوموا، أقاوم في اليوم الشرير، يعني أقاوم يعني زقني وراء، لا تعالى كده، لا اتحرك كده، لا اطلع قدام، لا. طب بعد ما قام وقدرت اقام وقفت مكاني، تنك ثابت على طول لانك انت انتصرت دلوقتي، اوعى تتهز تاني لانه هيجي لك تاني زي ما جه المسيح مليون مره. وبعد ان تتمموا كل شيء، تنتصر في كل الحروب، اثبت مكانك. في لعبه بيلعبوها حبيبنا، شفتها انا في الرحلات بيعملوها شبابنا اللذيذ، يعني اللي هي انه يحاول يزعزعه من مكانه، يزقه كده، يزقه كده، يزقه كده، يزقه كده، والغالبيه بتزقه. لا، المؤمن بقى بالله ما يتزقش ولا من الشيطان ولا من الشيطان، ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنم
ثابت قلبي، ما تزعزعش مكاني. ايه مكاني ده؟ ان انا واقف على خطوات الرب يسوع المسيح، سالك في مشيئة الرب يسوع المسيح، مؤمن بالرب يسوع المسيح. انت يا ابليس مالكش عندي حاجة، اطلع بره. بولس كان بيعمل كده، ده كان بيستخدم ابليس في الخدمة. ازاي استخدمه في الخدمة؟ قال انا سلمت الاثنين دول عشان يتأدبوا، سلمتهم لابليس لكي يؤدب حتى لا يجدف ويرجعوا نضاف. ايه ده؟ انت بتستخدم ابليس؟ اه بستخدمه، ده عيل عندي. ايه هو ده؟ اه طبعا مش بولس الرسول. نحن لا نجهل افكاره. ابليس ما هوش اللي بيعقد الناس، لا، ده ابليس تحت الاقدام. رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء، أعطانا سلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. مش إبليس أهرب منه؟ المسيح هرب منه؟ تهرب منه إزاي؟ مش أنت في المسيح؟ مش أنت جسد المسيح؟ تهرب إزاي؟ قاوموا حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. عدد 14 مليان بقى تأملات، لأن بيقول لنا نثبت إزاي. هي تسلسل كده، حاجة كده، حاجة ورا التانية ورا التالتة. نثبت إزاي؟ هناخد منه شوية. فاثبتوا، ده عدد كام ده؟ عدد 14. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. يعني ايه؟ وايه الحقوين دول؟ وامتى الواحد يمنطق حقويه؟ الواحد يمنطق حقويه لما يصحى من النوم عشان هيتحرك، ويقعد منطق حقويه طول ما هو بيعمل وبيشتغل. ودي إشارة لينا ان احنا بعد ما كنا نايمين مش دارين بقوة المسيح المخلصة، بوجود المسيح ودعوته لنا الخلاص، خلاص أنتم الآن أبناء نور مش أبناء ظلمة. الظلمة ده كان زمان لما كنا نايمين. أبناء نور، اسهروا كأبناء نور. منطق حقويك، إيه منطق حقويك؟ يعني أوعى تعمل حركة ما فيهاش الحق. عشان كده يقول لك إيه؟ فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. إيه الحق ده؟ الحق هو كلام الله. الناس عندها كذب كتير اسمه الحق. مثلا فلان دعاني للدعوة دي، انا ما اقدرش اقول لا. فلان دعاني للدعوة دي، انا ما اقدرش اقول لا. طب الحق بيقول ايه؟ ليكن كلامكم نعم نعم، لا لا، في لا. نعم لإيه؟ للبر. لا لإيه؟ للشر. لكن الناس لا 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 لا، تتكسف عيب عيب بقى، تكسف اللي قدامك، دي حاجة تكسف. لا، تقول آه، كلام ليس من الحق. كم مرة قوم يحاربوا المسيح، وكم مرة انتصروا، كم مرة يجربوا، كم مرة انتصروا، وكم مرة وبخهم المسيح على اللي بيقولوه. ودي ناس كبيرة مش ناس صغيرين، ده رؤساء كهنة هيرودسيين تبع هيرودس الملك. يقولوا له يا معلم، نحن نعلم أنك تعلم بالحق وانك ما عندكش باطل خالص، وانت لا ترأي ابدا، وانت عمرك ما بتجامل الناس، فقول لنا قول لنا، اتعطي جزيه لقيصر ام لا؟ نعطي ام لا نعطي؟ نعطي، بيحددوا له الاجابه، نعطي ام لا نعطي؟ قال لهم نعطي ولا لا نعطي؟ لا دي ولا دي؟ انتوا بتملوني اجابه، انتوا على مزاجكم. لا دي ولا دي، الاثنين مش صح. امال ايه؟ قبل ما قال لهم على الكلمة المظبوطة قال لهم يا مرائيل لماذا
مرائين، احنا رؤساء الكهنه مرائين، طبعا مرائين. امال انتوا ايه؟ تكذبوا؟ تكذبوا على الله؟ ده انتوا ماسكين الناموس، تكذبوا يا كذابين؟ لماذا تجربونني؟ المسيح بيقول كده، أروني دينارا، وروا له دينار. لمن هذه الصورة والكتابة؟ أجابوا قالوا لقيصر. اتس فينيشد بالنسبة له. إيه؟ أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني إيه معنى الإجابة دي؟ مش دي الدينار ده صورة وكتابة القيصر؟ ادوا قيصر حقه، مش هو اللي طبعها لكم، ادوا له حقه. لكن أهم من كده، أنت يا بني آدم صورة وكتابة مين؟ أنا صورة وكتابة الله. الرب اللي اداني الصورة دي، والرب اللي اداني الموهبة دي، تبقى أنت ربنا. ما تبصش للدينار والجزية، بص إنك أنت ربنا. شفتوا الكلام المظبوط إزاي؟ ده الكلام الحق اللي في الكتاب المقدس، مش مرجحة أشوف الهندوسي يبقى هندوسي، أشوف المسلم يبقى مسلم. ليه؟ ليه؟ مرجحة ركبها الإنسان عشان يجامل الناس، ما ينفعش، دي مش مسيحية. عمر ما المسيح عمل كده، ولا أي نبي من الأنبياء حتى. فمنطق أحقائك بالحق، أنت بتتكلم الحق. المسيح في أغلب كلامه يقول الحق، الحق أقول لكم الحق، ما تتحركش إلا بالحق. فاثبتوا، عدد 14 من أفسس 6، فاثبتوا ممنطقين أحقائك، ما تتحركش إلا. زمان أصلا ما كانش عارف يتحرك إلا بالمنطقة دي. إيه المنطقة دي بالنسبة لنا دلوقتي؟ اللي هي البنطلون والحزام والحاجات دي. لكن زمان كان يلبسوا جلاليب، فما يعرفش يتحرك بيها، فكانت يعرف يتحرك بيها لما يروح لابس منطقة عليها كده، فيبقى منطق أحقائه حقوية، يعني الحتة دي مكان الحزام ده، بس المنطقة بتبقى عريضة شوي، يعرف يشتغل بقى. وأحيانا بيضطر يربط الجلابية تحت، أو يبقى زي نص بنطلون كده، حتة تربط هنا وتربط هنا، عشان يعرف يشتغل، يعرف يزرع، يعرف يرعى غنم، يعرف يعمل أي حاجة. ممنطقين أحقائكم بالحق. النص الثاني للآية، ولابسين درع البر. إيه درع البر دي؟ مش معنى البر اسمه يختار له درع؟ إيه درع البر ده؟ الدرع ده هو اللي بيحمينا من سهام الشرير الملتهبة. دلوقتي بيسموه يعني زي قفص حديد كده بيلبسوه الناس المعرضين للقتل. وأذكر أنا قصة تاريخية مهمة، يعني لأن ربنا شرفني يعني أكون أنا معاصرها. يعني الرئيس المؤمن لما سجل له 1500 واحد، جمع أعداءه كلهم كده من هب ودب، اللي هو اسمه محمد أنور السادات، فحطهم في السجون، وربنا عارف كل حاجة ومرتبة. فوزير الداخلية قال له يا رئيس، أنت دلوقتي هتروح العرض، العرض ده اللي هو الانتصارات بتاعت 6 أكتوبر، اللي هو حفلة بيحتفلوا بيها في مصر، هتروح انتصارات 6 أكتوبر، فأرجوك ما تنساش تلبس الدرع ده. الدرع ده عبارة عن حديد كله، بحيث أي رصاص ما يدخلش جوه، لكن ربنا عايز يموته في الـ في الـ في الـ في الحفلة دي. فربنا خلاه يعني هيمان في إيمانه بمحمد عبد الله، ما هو مسلم، قال لك أنا مسلم رئيس دولة إسلامية. فالأعمار بيد الله، ما فعلا معك حق، الأعمار بيد الله، بس ربنا أراد يقصف عمرك النهاردة. فراح بغير الدرع ده، وكان مطمن إن هو راضي الإخوان المسلمين وإخوانه أصحابه وبتاع،
هم اللي قتلوه. منظر رهيب جدا اللي فيكوا شافوا. فجأة والعرض ماشي والدبابات ماشية وراح نط واحد برتبة ضابط يعني مش عسكري ومعاه رشاش من عربية، وواحد بعد العربية بعديها نط واحد تاني وخرموه 100%، مات في اللحظة. حسني مبارك تخبى تحت الكرسي عشان كده ما ماتش. مات واحد تاني كان رئيس كهنة، مش رئيس كهنة، كان يعني سادات عايز يخليه بابا يعني. ايه ده؟ تخطى إلهية من فوق. ايه الدرع معناه بقى هنا؟ ايه الدرع؟ اللي هو يطفئ جميع سهام الشرير الملتهب. البص يا مؤمن يعني ايه؟ عشان اول ما الشيطان يرمي عليك سهم، السهم ده من الشيطان، الكلام ده مش من الله، ترجعه تاني، ما يدخلش قلبك الا كلام الله، ما تتحركش الا بالحق، ما تفكرش الا فكر المسيح، لنا فكر المسيح، ما تعيش كده هلامي ما انتش عارف بتعمل ايه. عيش كجندي ثابت في الميدان زي ما قال بولس تيموثاوس، كجندي صالح ليسوع المسيح، تبقى انت عايش مظبوط. مش عايز كده ايه على كل لون تتلون مع اللي بتقابله. بقابل واحد انجيلي بقيت انجيلي، بقابل واحد كاثوليكي بقيت كاثوليكي، بقابل واحد مسلم بقيت مسلم، بقيت واحد هندوسي بقيت هندوسي. الكلام ده كلام فارغ خالص. ينبغي ان تكون تابع للمسيح في ايمانك. انا مسيحي مخلص، مؤمن ان الله خلصني والرب هو اللي حفظني. اقول نعم لمن يوافق كلام الكتاب، اقول لا لمن يرفض كلام الكتاب. وده اللي عمل المسيح في طيلة حياته كلها. لا سمعنا إطلاقا يوافق أي حد. أيها الكتبة والفريسيون المرؤون، ده أنت بتشتم أعظم مستوى في العلم الروحي. كلهم كذابين، كلهم مرائين، كلهم هالكين. عشان كده كان نتيجة البشارة بالمسيح في الأول آمنوا 3000 ناس، بعد كده بقوا 5000 منهم 2000 من الكهنة، لأنه المسيح بيتكلم حق، كلامه مظبوط، هو فعلا قام. ورفضوا بدعة إنه ما قامش. يبقى فاثبتوا منطقين أحقاقهم بالحق ولابسين درع البر. نختم بالآية اللي جاية، وحاذين أرجلكم. حاذين أرجلكم يعني إيه؟ جاية من حذاء، حذاء يعني جزمة. يعني يلبس جزمتك. طب الجزمة دي ايه؟ الجزمة دي اسمها استعداد انجيل السلام. وحاذين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. يعني ايه؟ أجيب لكم حكاية بسيطة حصلت بيني ومراتي بس تفسر الموضوع قوي. أنا بروح جيم وفرحان بالجيم، جيم يداني الحقيقة نشاط. أنا سن 74 سنة يعني ما أقدرش أمارس النشاط ده برا جيم، ما أعرفش ليه. فمثلا وصلت في التريد ميل إن أنا بمشي 2 ميل في 36 دقيقة. فأنا بقول لمراتي أنا النهاردة يا ماما مشيت 2 ميل، كله متأيد عندي، مش حاجة دوكومنت دي يعني، في 36 دقيقة. قالت ما بتمشي كده معايا وإحنا بنتمشى ليه؟ أنا مش عارف، لأن هي دايما أسرع مني في المشي. ما تسرع شوية يا لطيف، مش قادر يا ماما. فبعد الحكاية دي ما أنا بقولها كذا مرة، يعني النهارده انا عملت حاجه زي كده برضو. الحقيقه نشكر ربنا مقوينا على الحكايه دي. فبعدين قلت لها طيب يمكن ال العيب من الجزمه، لان انا بتمشى معاك لابس شبشب. لما البس الجزمه اللي هي لابسها دلوقتي، انا جاي من الجيم دلوقتي، يمكن الحكايه ايه تنفع.
فجربت فلحت شوية، يعني ما وصلتش لسرعة فاتن، برضو أنا وراها برضو كل شوية تندهني، بس مش زي الأول. الأول متأخر قوي، تضطر تقف مسافة على ما حلحقها. المرة دي إيه؟ بقيت المسافة قلت، تقف شوية صغيرة بس أروح لحيتها. ما ليه الفكرة بقى لطيفة؟ قلت لها مش فاهم. قالت لي أنا عرفت السبب. إيه ستي السبب؟ قالت لي الجيم بيسحبك تمشي، لكن أنت بتمشي بقوتك. قلت لها برافو يا فاتن، صح الكلام ده موجود في الكتاب المقدس. خيالوا ايه الجزمة في الكتاب المقدس؟ اسمها هنا اهو مكتوب اسمها، يقول ايه؟ حاذين ارجلكم بايه؟ باستعداد انجيل. البس جزمة استعداد انجيل السلام، هتمشي غير ما انت ماشي كده مهرول. يعني اول ما تلاقي فرصة انك تنادي بالانجيل، اول ما تلاقي فرصة تخبر بكلمة الله بسرعة، ما تفوتهاش ما تفوتهاش. باستعداد انجيل السلام. لما انا اتعلمت الحكاية دي في الروحيات، لسه هاجي لكم على التريدميل، يعني لما اتعلمت يعني شوية خبرتي في حياتي، يعني حكاية انه استعداد انجيل السلام ده نمرة واحد. وبعدين سمعت واحد بيقول، بيعلم الناس، يا جماعة خليكوا لطفاء. المسيح كان لطيف، خليكوا لطفاء. لازم تاخد تختار الوقت المناسب للتبشير، مش واحد بياكل تروح تقول له على بشرك. فانا كنت اتعلمتها في الكتاب المقدس. قلت له طب ايه معنى الايه يا اخ؟ كان يعني جلسه كده مع بعض، مش واحد على المنبر وانا بكلمه من تحت، لا. قلت له طب ايه معنى الايه؟ اكرز بالكلمه في وقت مناسب وغير مناسب. هو طب ملاش رد، يعني ردوا لي. قلت له استعداد انجيل السلام ما فيهوش وقت مناسب وغير مناسب، كله مناسب. اكرز بالكلمه في وقت مناسب وغير مناسب. أكتر من كم حد في حياتي، يمكن ثلاثة أو أربعة، أنا فاكر بعض الأسماء، يعني اتجددوا بعد الساعة 3 الصبح، والمناقشة كانت مستمرة 5 ساعات. ده وقت مناسب 3 الصبح حد يتجدد فيه؟ ده استعداد إنجيل السلام. مهمكش باستعداد إنجيل السلام. طب التريد مين بقى اللي بيسحب رجلية ده، اللي هو إيه؟ إيه الآية بتاعته؟ الآية بتاعته اجذبني وراءك فنجري. شدني انت يا رب، لحسن انا مش قادر امشي كويس، انا مش قادر اتمم مشيتك كويس، شدني ليك يا رب. والشد بقى ما احلاه لما شدك المسيح تمشي وراه وتحضنه كده وتمشي وراه. لك المجد يا رب. اختم لكم بالحكاية دي ونكمل المرة الجاية. كنت مدعو لخدمة في كنيسة، مش كنيسة، جمعية أرثوذكسية كمان، في طنطا. طنطا ده بلد في القاهرة هناك في الدلتا. وبعدين الجمعية دي أنشأها أبونا زكريا، بس بعد كده كان ليه كنيسة يعني، فما كانش، وكان راح مصر. دي بس دي أساس هو كان في طنطا، فكان دي أساس الخدمة بتاعته، فبقى بيدعو خدام يعني، فكنت واحد منهم. فكنت كان وقتها عندي عربية، كنت متجوز، باجي باركن العربية في المحطة بتاعت مصر، واخذ القطر لغاية طنطا، وأكون حاجز في قطر تاني للرجوع، عشان لازم أحجز بدري عشان لاقي مكان. فجينا رحت الجمعية هناك، فربنا باركنا بالخدمة طولت، وبعدين باركنا بعد الخدمة، وفي أسئلة كتيرة. فبص في الساعة لقيت القطر فاضل له 5 دقايق، والمسافة خلال ربع ساعة. فجي واحد هناك قال لي اسمع، في حل، بس اوعى تقول لا، واوعى ما تسمعش كلامي، بس حل صعب جدا. تفضل، ايه الحل ده؟
قال لي عندنا واحد عنده موتوسيكل، هو مجنون في سواقة الموتوسيكل. فاللي أقول لك عليه اركب وراه واحضنه وغمض عينك، هتوصل والقطر داخل. القطر فضل له 5 دقايق، العملية دي كلها على مركب أنا موتوسيكل عايزة دقيقة. أنا لازم أروح عند شغل بكرة، روح بس غمض عينك، اوعى تفتح عينك هو وبيسوق. الحقيقة بالظبط اللي قاله حصل، مسكت الراجل ده وحضنته، هو كان يعني برضه تخين زي كده يعني، يعني الحضن مش عايز اروح رفيع، مليان حضن يملى كده، وانا اشعر موتوسيكل رحمال كده ورحمال كده، كان الواحد راكب مش عارف ميه ولا ايه. ودخلنا المحطه والقطر داخل، شكرا حبيبي مع السلامه، وركبت القطر. لما تحضن المسيح وتسيبه يسوق هتشوف عجب، بس هتوصل بالظبط في الميعاد المعين وفي الخدمة المعينة وبالتأثير المطلوب. عشان كده أقول له اجذبني وراءك فنجري، امشي قدامي اجذبني وراك يا رب، شدني وراك شدني وراك، لأن أنا عايز أطيعك. لو درست الإنجيل يا حبايبي تلاقوا الكلام ده تنفذ حرفيا في حياة كثير من الرسل. أنا ولا حاجة بالنسبة لهم، لكن أنا صدقت الإنجيل، صدق كلمة الله، تسلح بسلاح الله الكامل، تقدر أن تقاوم في اليوم الشرير، تقدر أن تسلك كما سلك المسيح، تتلذذ به لذة لا حصر لها ولا حدود لها، لأنك بينك وبينه أسرار كتير جدا ربما نقول التانيين مش عارفينها. ولله كل المجد الأبد، آمين 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 آمين. الرب يبارككم ويحسن